بدي انتقل مباشرة إلى زملائنا رياض قبيسي وهادي الأمين. مساء الخير رياض وهادي. ما بعرف، أكيد عندكم شيء عن مسألة المساعدات، لأنه كتير عم يجي اتصالات أنه كل هالمساعدات اللي عم تجي على المطار ما بعرف وين، إذا عم بلاقوها النازحين فعلا بين إيديهم. تفضلوا. 100% هذا اللي بدنا نناقشه مع الوزير ناصر ياسين. شكرا جوزيفين. إذا نتابع مع غرفة العمليات، وهي الفقرة التي نحاول من خلالها الوقوف عند احتياجات النازحين ومدى جهوزية المؤسسات الحكومية في مواجهة أزمة النزوح، في مساهمة منا لتماسك الجبهة الداخلية. مرحبا هادي. مرحبا رياض، مرحبا للمشاهدين. ما بدنا نطول عليه الوزير ياسين، صار معنا بدنا نشوف فيديو قصير بس فيديو عن قصير المساعدات، فرجينا كمية المساعدات اللي اجت بالفترة الأخيرة ونشوفها سريعا. يعني نحن الآن نتلقى أول طائرة من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية من دولة الإمارات العربية المتحدة، مشكورة. هناك مساعدات طبية وهناك مساعدات غذائية وأيضا هناك مساعدات إيوائية. سوف يكون التوزيع وفق الاحتياجات الإنسانية للنازحين، سواء كانوا الاحتياجات إيوائية أو احتياجات غذائية أو طبية. بسم الله الرحمن الرحيم. للشرف الكبير أن أكون في استقبال طائرة المعونات الإنسانية التي أتت بتوجيهات سامية من المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد حفظه الله. هي عبارة عن مستلزمات وأدوية طبية بخصوص جرحى الحرب، تحضرت من قبل منظمة الصحة العالمية والمفوضية سامية لشؤون اللاجئين وبدعم من دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم ثاني طائرة عم تنزل، يعني أو ثالث طائرة عم تنزل اليوم من دولة قطر، محملة كمان بعشرات الأطنان. يعني اليوم عنا دولة الإمارات، عنا دولة قطر، عنا المملكة، عنا سلطنة عمان اليوم بدأت، طبعا في الأردن والعراق ومصر. أنا بعتقد بالأيام القادمة والأسابيع القادمة حنشوف جسور جوية مفتوحة من كل الدول العربية للبنان. إذن للتعليق على هذا الموضوع معنا وزير بيئة السيد ناصر ياسين، اللي هو أيضا الرئيس أو خلينا نسمي مسؤول خلية الأزمة. مرحبا سيد ناصر. مساء الخير أستاذ رياض. مساء الخير أستاذ هادي. مساء الخير. خليني يعني اسمح لنفسي بلش من الآخر، مطرح ما انتهى هلأ الفيديو القصير اللي عرضناه، وعم يجي مساعدات كتيرة بس نفس الوقت العالم في عالم عم تشتكي أنه ما عم توصلهم هذه المساعدات. نبلش هيك بالسؤال البديهي بالأول، ليش؟ ليش العالم عم تسأل ما وصلهم مساعدات؟ ده ما عم يوصلها. يلا خليني أفسر بس، لأنه شفت عم بيكون في عم بيقطش شوي يمكن من عندي أو لا مسموع. مسموع لكن من عندي. لك المساعدات اللي عم توصل أولا يعني جدا جدا مهمة، ومشكورة كل الدول العربية والدول الصديقة اللي عم ترسل هذه المساعدات وعم تجي بشكل متواصل. بس خليني أوضح نحن شو اللي عم يوصل، وبكرة حيكون أصلا منشور على المنصة. كنا اليوم انتظار تقرير وزارة الصحة، أرسلوه هلأ منذ قليل ليكون بيدخل فيه ما هو صحي وما هو إغاثي. نحن تقريبا اللي صار واصل هو تقريبا 30 طائرة، وفي 3 طائرات كمان خلال بكرة وبعده، وفي باخرة وصلت كمان من تركيا. قلت أكثرية الطائرات أو خليني أكثر من النص من هذه الطائرات عم بيكون هي مواد طبية. يعني عم تكون بكرة وزارة الصحة رح تنشر التقرير مفصل كل هذه المواد الطبية، منها ما هو متعلق بجرح الحروب ومنها متعلق بالأدوية التي تحتاجها الوزارة وتحتاجها القطاع الصحي في هذا الظروف. من ناحية الشق الإغاثي اللي وصل لحد الآن، خاصة عم نحكي المواد الغذائية اللي وصلت،
عبر 8 طائرات او 8 شحنات لحد الان. هلا بعدها ماشيه العمليه يعني بين الطبي مثل ما قلنا وبين الاغاثي، ونحن موزعين الادوار، وزاره الصحه عم تهتم بالشق الطبي، ونحن عم نهتم كلجنه طوارئ بالتعاون مع هيئه الاغاثي بما يتعلق بالشق الاغاثي اللي هو معظمه مواد غذائيه. صار واصل لحد الساعه لحد اليوم 11871 حصه غذائيه. كل طائره تحمل تقريبا 30 ل 40 طن من المساعدات، 30 ل 40 طن بشكله بين ال 1000 وال 1200 حصه غذائيه. الحصه الغذائيه عباره عن صندوق يكفي العائله لمده 10 ايام 15 يوم. يعني نحن عم نحكي 13171 حصه غذائيه، وزعنا منهم اليوم 11000 وشوي يعني، بس 11000 راحوا عن كل المحافظات. بعد في محافظه الشمال حنبعث لها 2000 حصه، وعم نعمل طريقه ويعني عمل انه كل ما تقعد المساعدات اكثر من 24-48 ساعه تطلع. واليوم بعثنا على محافظه بعلبك الهرمي 2500 حصه غذائيه، عارفين يعني مدى صعوبه ايصال مساعدات على بعلبك الهرمي، وتعرضت القافله لغاره وتاثرت او كان جنب الغاره. طيب نحن هذه المساعدات هي معظمها اللي يروح على المنازل او يروح بعضها على مراكز الايواء. طيب 13871 حصة غذائية، تقديرنا نحن انه هناك، مش تقديرنا، الارقام اللي عندنا بتقول في بحدود ال 250000 صرنا حاصين 190000 بالاسماء بمراكز الايواء. يعني عم نقدر انه هودي 50000 عائلة في مراكز الايواء، منها ما هو صار مسجل ومنها ما هو عم بقيد التسجيل بغرف العمليات المناطقية. هون دكتور عم نحكي عن مراكز الايواء بعيدا عن البيوت. تماما. وهيدي اكثريتها عم يوصلها الوجبات عبر برنامج الغذاء العالمي اللي هو تعاون مع خطه الطوارئ ولجنه الطوارئ، عم بيأمن 200000 وجبه يوميا، وجزء منها وجزء كمان من عمل برنامج الغذاء عم بيروح لبعض الامور، الاكل الناشف يعني والحبوب وغيرها. ال 11000 حصه اللي توزعت يعني هيدي بدها تروح ل 11000 عائله. تقديرنا في المنازل هناك على الأقل 100000 عائلة، 100000 عائلة هي من الناس اللي نزحوا وتهجروا خلال الأسابيع الماضية، اللي هي أكثرية الناس حسب الأرقام. يعني إذا الربع موجود بمراكز الإيواء، الباقون يعني 75% بيكونوا ببيوت. عم نقدر أنه يعني 50% من مجموع النازحين هم لأن تقديره بيكونوا 100000 عائلة هن في المنازل يحتاجون هذه المساعدات. فنحن لا نزال بالعشرة بالمئة، وهذه الأرقام كلها يعني منشورة وستنشر غدا. يعني عمليا دكتور الناس، عفوا الناس اللي عم تسأل أنه لما أنه ما عم يوصلهم مساعدات، هي المساعدات اللي واصلة بعدها أصلا ما كفت مراكز الإيواء. يعني بس لو وضح أنا شو فهمت منك، أنت عم تقول تقريبا نحن عنا 50000 عائلة بمراكز الإيواء الرسمية أو المعتمدة على أنها مراكز إيواء. إذا عم نحكي ب 11000 حصة، فإذا أنت عمليا لحديت هلا نحن قدرانين نغطي من هول ال 50000 فقط 10000 او 11000. يعني خليني اوضح، اقول مراكز الايواء معظمها عم يوصلوا الوجبات عبر برنامج الغذاء. ايه مفهوم، غير هول وعم نقول في 100000 عائله في المنازل عم تستفيد جزء من هذه الحصص الغذائيه، لانه هيدي الكرتونه بتروح عاده على البيوت لانه بدها تنطبخ يعني حبوب وغيرها من الامور والزيت والى اخره. اوكي. فنحن لا نزال من ال 100000 عائله اللي لازم نستهدفهم بمساعدات غذائية على المنازل، بعدنا عم نقول بحدود 10%. يعني بعد في 90% بحاجة لإيصال مساعدات لهم. كل ما عم توصل مساعدات نحن دغري عم نبعتها. وبالإضافة هلأ اليوم كنت مع نائب مدير برنامج الغذاء العالمي يعني اللي جاي من نيويورك، واتفقنا على يعني توزيعة كبيرة تصل ل 70000 حصة غذائية على الناس بالبيوت. عملية الإيصال على البيوت كمان يعني ماشي على قدم وساق، ولكن الأسبوعين الماضيين كنا مركزين على الناس اللي بمراكز الإيواء لأنه هذا الشيء المنطق تبلش فيه، لأنه هودي بحاجة لمساعدات، بحاجة لوجبة. دكتور اللي بالبيوت أنتوا هن اللي عم يسجل عم نحكي، ولا أنتوا عندكم داتا جديدة صارت؟ يعني لأنه بعض الناس في ناس قاعدة ببيوت بعد ما سجلت، بعد سجل عبر غرفة العمليات اللي أنتوا ناشرين أرقامها. يعني كيف عم تقدروا تعرفوا مين اللي عبر البيوت؟
يعني مين النازحين اللي بالبيوت؟ يعني اذا انا هلا عندي عائلتين ببيتي بدهم مساعدات، شو الاليه لاقدر سجل اسمي اول ما يوصلوا تقدروا تسلموني اياهم؟ بيستعرض مثال يعني، مثال يعني عم بعطي مثلا للناس توصلها الجواب، لانه كثير عم ننسال انه نحن ما عم يوصلنا مساعدات وما عم يوزعوا وبنسالهم مسجلين اسمائكم. في ناس بتقول ايه انه دقت على غرفه العمليات وقالت نحن ساكنين بهيدا المبنى على سبيل المثال. نعم صحيح صحيح. شوف غرف العمليات المناطقية اللي هي موجودة بالمحافظات عملت نظام التسجيل اللي بلش السجل. هلأ بيروت وجبل لبنان الوضع أكيد يعني أصعب من المناطق التالية، أولا من ناحية التسجيل وثانيا من ناحية الإيصال مساعدات، وثالثا من ناحية أنه هالمساعدات تكون موجودة، لأنه أنت عم تحكي ببيروت وجبل لبنان 50% من الناس من الأهالي النازحين اللي موجودين بهذه المناطق. فأكيد لما تعطي انت جبل لبنان 2500 حصة و 3000 حصة يعني بعد عنده مشوار طويل يقدر يوصل على كل البيوت. هلا اللي عم يعتمدوه هن عم يروح قياس الأولوية بالتعاون مع البلديات، البلديات كلها صارت مسجلة الناس اللي موجودة عندها على الأقل على الدفاتر، يعني ما في بلدية الآن إلا بالمدن الكبرى خاصة ببيروت بعد ما وصلت يمكن للتسجيل، ولكن كل البلديات صار عندها أو معظم البلديات مسجلة الناس اللي موجودة بالبيوت وبالإضافة لمراكز الإيواء. هلا مثل ما قلنا لا نزال بالبداية، بس سيد ناصر بس اسمح لي استوضح شغلة صغيرة بس، يعني أنا لفصل هال 10% من الحاجات برنامج الغذاء العالمي مكمل، جسور الجوية مكملة. أنا بس كنت حابب استوضح شغلة بس لأكون واضحة، إذا في 200 ألف وجبة هولي بيتوزعوا على النازحين الموجودين بالمدارس مراكز الإيواء المعتمدة، مراكز الإيواء الرسمية، ال 11 ألف حصة اللي هن المونة هيدي اللي عم بتوزعوها على البيوت النازحين بالبيوت، صح أم لا؟ أكثريتها عم بتروح على البيوت. تركنا شوية مرونة للمحافظين ولاتحادات البلديات والبلديات حسب يعني الوضع اللي هن فيه، يعني في بعض البلديات عاملة مطابخ مركزية على مستوى المنطقة عم تعرف مين عم تسلم أكل لما تعطيه بتقول أنا هو اللي بيساعدوني تمام، هي في بعض البلديات عم تقول أنا خليني أحط بالبيوت بس بس نعم نعم هي يعني عم نترك المرونة للبلدية. بس دكتور عفوا هون يعني نحن أنا عم أقول عم نرجع على الناس بتسجل بالبلدية بس لأنه الناس لا تسمعها بوضوح، إذا مواطن مهجر بضيعة ما إذا ما وصلوا مساعدات غذائية لا يسجل، بيسجل بغرفة العمليات ولا صار هلأ مع البلدية اللي قاعد فيها بده يسجل اسمه أنه نازح؟ ما هي بالضيع والبلدات غرف العمليات كلها أول شيء عم تطلق من مستوى البلدية، يعني كل بلدية عاملة مسجل الناس اللي عندها، هذه الأرقام عم بتروح على غرف العمليات عند المحافظات. هلا بالمدن هون التحدي، بالمدن انعمل النظام اللي يعني موجود صار أونلاين بشكل طوعي إنه الناس بتسجل فيه، بس مثل ما قلت لك التحدي الكبير مثل بيروت، إذا بيروت تقديرنا في ربع الناس النازحين، بيروت بدها كم هائل من المساعدات تقدر توصل على البيوت، فبعدها لنزال بالبداية لإيصال المساعدات على البيوت. عم نحكي بالمدن الكبرى خاصة بيروت وبعض مناطق جبل مفهوم. هيدي يعني ماشيين فيها. هلا السيستم مثل ما قلنا يعني آلية تسليم المساعدات انطلقت، بس مثل ما قلت لك يعني لا يزال النبع يعني الأبستريم مثل ما بنقول بعده ما في كافي ليوصل للمئة ألف تقديرنا أسرة وعائلة اللي ممكن توصلنا مساعدة. بس كمان بدي أضيف لك شغلة، تفضل. حتى ببعض المناطق وهيدا شغلة بالإضافة لموضوع الغذاء عم نشتغل على كمان نوع من تحديد المناطق اللي هي أكثر ضعفا بشكل عام تستقبل أهلنا النازحين. أعطيك مثلا عن عكار مع ضواحي المدن باب التباني، هودي المناطق اللي هي تاريخيا يعني كمان مهمشة وحاجات أهلها كتير كبيرة وجزء منها كان عم يستقبل لاجئين سوريين لاجئين فلسطينيين. فأنت بتتخيل الآن أنه بلدة مثل عرسال كل الناس بحاجة، ايه المجتمع المضيف أنا بدي أعطي كرتوني المجتمع المضيف. فهون كمان عم نعمل نوع من تمركز يعني بالتعاون مع المنظمات الشريكة بخطة الطوارئ، كيف اللي بنسميه خريطة الضوء الهشاشة بالنربلتي ما نحدد هيدي المناطق والبلدات
لازم يصير فيها تدخل بشكل كامل لكل الناس. وهيدي بيعتمد ايضا على تحديد الحاجات اللي لازم انت تلبيها، خاصه عم بحكي بالمساعدات الغذائيه. هيدا اللي يعني اللي ابتدينا فيه خلال الايام الماضيه. بس هي الصوره يعني اكيد مثل ما قلنا الطائرات والشحنات عم توصل جدا جدا مهمه، ومشكور كل دوله عم تساعدنا بهذه الفتره. ولكن يمكن احيانا الصوره بتفكر انه الطائره فيها لنقول هي مئات الاطنان. الطائره بتحمل 30 ل 40 طن، هي عم تشكل بين ال 1000 و 1100 حصه غذائيه. هودي يعني بيروحوا اوقات بضيعه وحده، يعني بقول لك عندي بضيعتي بالقرعون اللي هي ممكن بعد ما بعثنا لها شيء مشان ما يقولوا عم ينحاز لضيعته، فيها اكثر من 1700. يعني انت حتى ضيعه وحده هي بتاخذ 1000 حصه بكل بساطه. بس عم نروح على مثل ما قلنا نسبه وتناسب، وعم نروح على المناطق الاضعف، المناطق الابعد الاكثر حاجه للوصول. صحيح. بس هو بس هون سيد ناصر اسمح لي، في يعني على المواقع التواصل الاجتماعي عم نشوف في ناس عم يعرضوا للبيع اشياء مفروض تكون مخصصة للنازحين، مثل هلا بعرف يمكن يكون مش ضرورة له لهيدي الحالة من النزوح، لانه مثلا شوادر تابعة لليو ان اتش سي ار، بعض المواد خلافه. عادة لتلافي هذه الامور بيكون في اجراءات تتعلق بالشفافية، الى علاقة بنشر شو بيجي مساعدات ولمين راحت هذه المساعدات. هل يعني انتم بخلية الطوارئ بصدد القيام بهذا الامر؟ نعم نعم تماما. يعني نحن هيدي كل المعلومات موثقة وبنصة موجودة بغرفة العمليات المركزية بالسراي، رح تنشرهم. مثل ما قلت لك كنا منتظرين اليوم بس تقرير وزارة الصحة هو كمان مفصل بيحدد كل مادة لوين راحت، عند أي مركز صحي، عند أي مستشفى. كمان نحن رح ننشر المواد الغذائية والإغاثية اللي توزعت على أي محافظة من الهيئات التانية، أي محافظة. هلا المحافظ سلم بنقول قائم مقام أو اتحاد بلديات، اتحاد البلديات أو البلدية مفروض يكون طلبنا منها حسب آلية التوزيع يكون عندها لوائح اسمية، لن ننشر اللوائح الاسمية. مفهوم، عشان خصوصية النعلم لعملية التأكد. صحيح. تماما. وراح يكون في مدقق يعني أوديتر ليبلش يدقق بهذه الأرقام وبهذه يعني المساعدات اللي كيف عم توصل. ونفس الشيء عم نطلب من الهيئات الثانية تلتزم بنفس الآلية. يعني عم نحكي مع الهيئة الإغاثية، مع مجلس الجنوب، يجب الالتزام بنفس آلية لما ياخذ كل حدا من مطرحين. بس أنا بدي لو سمحت لي دكتور بدي أسألك بخصوص هيدي الحصة الغذائية اللي عم تقول إجاكم 11000، هول ال 11000 نفس الحصة لكل الناس؟ لأنه هلا حنفرجيك نحن صور من منطقة النباطية لأنه طلع لها حصص غذائية. في حصة إذا منشوف الصورة نحن والمشاهدين على الهواء، هني صورتين الصورة لو سمحتوا، شاكين إنه جاي بس علبة واحدة بقلبها رز وعدس، وهول يعني ما فيها المعلبات الزيت. في حصة هلا إذا عم تشوف معنا على الهواء نحن، ايه عم نشوفها، هيدا بوست العاجل مغطيها بس مش الحال. ايه وهي الصورة أوضح بفرجي إنه الحصة عبارة عن أربع خمس أكياس هن حبوب. اوكي، هاي هي الحصة؟ هاي هي الحصة ولا هي أكبر من هيك؟ لأنه بلكي عم يتلمكم قميص منها. لا لا أبدا أبدا، ما بتنفتح ولا حصة، بس في الحصص عم تجي حسب المانحين. يعني احنا اللي اوكي حسب المانح. يعني في ناس ممكن يوصلها حصة حسب المانح من جهة صغيرة، وناس حصة أكبر. تماما. هلا اللي وصل أربع مصادر للمواد الغذائية. أوكي. أول مصدر وصل من روسيا. أوكي. طائرة روسية كانت مش حصص غذائية، كانت شوالات، يعني مش بكمية كبيرة. مجددا كنا عم نحكي بحدود ال 20 طن، لأنه كمان كان في مولد كهربائي. كانت شوالات طحين زيت وبعض الأمور الثانية كمان حننشرها بشكل مفصل. الحصص الغذائية العالم وصلت من ثلاث مصادر، وصل من تركيا، ومن تركيا وصل أكثر من نوع، من الإمارات العربية المتحدة ومن الهلال الأحمر الإيراني. هول الثلاث مصادر لحد الآن. هلا متوقعين من كمان المصادر الثانية اللي عم توصل من دولة قطر ومن المملكة العربية السعودية. بعد ما وصل غذائي اللي عم يوصل أكثر طبي لحد الآن، أو إغاثي مثل أغراض العلاقة بأماكن الإيواء وغيره. بس بعيداً عن الحصص دكتور، قديش صار المبلغ المالي اللي صرتوا مجمعينه كدولة
كنتوا راصدين انه بدكم 425 مليون دولار لثلاث اشهر. لما نحكي اللي يعني الامم المتحده بدها في شيء جديد بالارقام؟ المتحده كدوله بعد ما صفر. لا انا عم بحكي التارجت المرصود اللي رصدته الامم المتحده. الفلاش ابيل بده 427 مليون بعتقد الرقم تخطى ال 200 مليون يعني، بس هذا مجددا بيروح مباشره للجهات الدوليه. يعني برنامج الغذاء العالمي هو عم ليأمن هيدي ال 200 الف يوميا و 70 الف حصه غذائيه تتوزع على البيوت، وهيدي الامور كلها ضل عنده هالعمليات ماشيه. هو عم يحصل على جزء منيح من هذه الهبات عبر مثل ما قلنا مباشرة تروح مفهوم. يعني إذا الدولة مانحة بتعطي اليونيسف صحيح. صحيح مفهوم. سؤال أخير بس إلى آخره. نعم. بس سؤال أخير، أنا بحسب ما فهمت في تقريبا يا قرض يا منحة من البنك الدولي 250 مليون دولار بيتعلق بالطاقة المتجددة أو بالطاقة الشمسية للدولة اللبنانية. هل في إمكانية مثلا حاليا بدل ما نتكلف مزود على المدارس فرض مرة بنركب طاقة شمسية للمدارس أصلا بتبقى للمدارس الرسمية، ومن ميل التاني بنكون وفرنا يعني كلفة طاقة ومزود وخلافه للمدارس أو مراكز الإيواء الرسمية لأغلبها مدارس رسمية؟ نعم تماما. هلأ نحن عنا إذا بتسمح لي بس هيك بدقيقة، عنا خمس أشياء أساسية عم نشتغل عليهم شوي. موضوع الغذاء لأنه مساعدات والناس حقها تسأل، ونحن لازم نوضح كل يوم ودائما نوضح هيدي الآلية. بس خليني أقول بالإضافة للغذاء، الغذاء وكمان خليني أحكي فيه بنص دقيقة، تأمين وجبات ساخنة بشكل دائم كمان ما فيها تستمر. يعني ما فينا نضل برنامج الغذاء العالمي بعد شهر شهرين يضل مستمر بهذه الطريقة. أنت هاي بتعملها لما يكون عندك 200 ألف أو 300 ألف وجبة ساخنة بحالة زلزال، وهو ما حدث من عدوان، هو مثل الزلزال أصلا. فهلأ الانتقال عم بيروح لجزء من حصص غذائية، ولكن هذه بدأت يعني تستوجب مطابخ أو دعم المطابخ التي صارت موجودة بكثير من المناطق. اليوم كان النقاش مع برنامج الغذاء العالمي في أربع أمور تانية أساسية عم نشتغل عليها. موضوع الشتاء الوينترايزيشن أو الشتاء وتحضير له، وهيدا كمان موضوع دقيق لأنه لازم نشتغل على تأمين الملابس، الأغطية، البطانيات. مفهوم. اثنين، تأمين التدفئة. صحيح. وثالثا تعديل أو تأهيل ببعض المراكز مشان ما يكون فيها يعني مطر وهواء والآخرين، وخاصة لما سندخل الشتاء إن شاء الله. بتمنى دايما ويا رب ترجع الناس اليوم قبل بكرة، ولكن واضح سندخل الشتاء والناس بحالة النزوح والتهجير. الثالث موضوع هو موضوع ابتدى أو بطور تلزيم تأهيلها فيما يتعلق بالمياه السخنة، وجود الشاورز والحمامات لأنه المدارس يعني منا معمولة لتستقبل ناس بهذه الأعداد، ولكن لنزال عندنا 600 غيرهم، وهذا اللي عم ناقشه حاليا مع الجهات المانحة والدول الصديقة والدول العربية يعني زيادة دعم تأهيل هذه المدارس منشان الناس تكون بالحد الأدنى عندها مي سخنة. جزء منه هو استخدام طاقة الشمسية. وضحت فكرة سيد ناصر. بس أنا هلأ وصلني فيديو لعدد من الوجبات، للأسف ما فينا نعرضه على الهواء يمكن هلأ بسرعة أو بجرب نبعته، بس لعدد من الوجبات الساخنة المكبوبة بالمستوعبات تبع الزبالة. ما عندي فكرة يعني إذا عندك، إذا وصلك معلومات تتعلق بهذا الشيء أو ممكن لأنه وصلني وعم ندقق فيها لنشوف شو مصدرها هيدي، لأنه في أكثر من مصدر للوجبات الساخنة. في المصدر اللي عم يجي عبر مطابخ اللي هي يدعمها برنامج الغذاء العالمي اللي هي عم توصل ل 200 ألف، وفي من المطابخ اللي صارت بتحب تساعد بتروح على بعض المطابخ. نحن موضوع المطابخ كتير حساس ودقيق، أن يكون في رقابة عليهم من ناحية السلامة، من ناحية يعني كيفية حماية الأكل. منا صار هذيك المرة موضوع بأحد المدارس، دايما نلتزم
بالمعايير اللي بيحطها صندوق الغذاء العالمي او برنامج الغذاء العالمي مع الوزارات المعنيه. مفهوم. موجوده هلا بتعرف تحت الارباك اللي موجود يمكن يكون في احد الهيئات طلبنا من برنامج الغذاء العالمي يشوف اذا هذه اللي مرميه كانت بالحاويات من احد مطابقه او من مطبخ اخر. اوكي دكتور، بس قبل ما اسالك السؤال الاخير عن موضوع النفايات بما يخص وزاره البيئه، عم ياكدوا لي بس بالنسبه للصور اللي عرضناها انه الحصه الغذائيه اللي وصلت على النبطيه هي عباره عن صندوقين، يعني حصتين بحصه واحده، فالظاهر في ناس واصلها صندوق واحد. هلا هذا الموضوع بكره منتابعه مع محافظ النبطيه، لانه الشق البارت يعني الصندوق اللي فيه بقلبه الزيت والمعلبات والاشياء الثمينه ما وصلت لبعض الناس، وصلهم صندوق واحد اللي بقلبه الحبوب. بس هاي لانه وصلني توضيح من فوق، لانه في بلديات واصلها لهول. بموضوع النفايات ممكن يكون اثناء التوزيع مفكرين علبه واحده توزيع مع اتحاد البلديات او بس ما ده مشكله. مثل ما قلنا نحن شفافين بشكل مطلق، واذا في بعد خاصه المناطق اللي عم بيكون فيها صعوبه الوصول بيكون راح شيء قبل شيء عم نتابعها يعني. بس حتى هيدي الصندوق اللي وصلت هي جزء من المساعده اللي وصلت من يعني الاخوه الاتراك، ممكن نلحقها ممكن صندوق اخر او امور ثانيه، بس اكيد ما حدا عم يفتح الصناديق ويغير فيها اطلاقا. سؤال اخير عن النفايات، موضوع النفايات بجبل لبنان وبيروت، تعالجت الازمه الشركات سيتي بلو رجعت التزمت الضبه، شو صار معكم بهذا الملف؟ هلا هيدي يعني اشتغلنا مع المتعهدين ومع الإماء والإعمار لأنه هو المشرف عليهم ومع البلديات. هلا بيروت تحسنت الأمور أحسن من أول كم يوم لأنه التزمت الشركة تشيلهم خلال 24 ساعة، بس بيروت التقدير أنه ارتفع سكانها بين 40% و45% خلال يعني التهجير اللي حصل خاصة من الضاحية، فضغط كتير بس عم بيشيله. كان عندهم أزمة رفع النفايات، موضوع السيارات اللي عم يصفوها حد الحاويات وهيك عم تنحل يعني وزارة الداخلية. جبل لبنان اللي كان ما عنده موظفين، هلا جبل لبنان اللي عملته سيتي بلو انه بكل قضاء بكل منطقة عملت نوع اللي بنسميه ترانسفير ستيشن، يعني لتقدر تنقلهم تشيلهم من الشوارع. كمان ارتفع عدد سكان جبل لبنان بشكل كمان كتير كبير خلال الأيام الماضية، فعم تنقل من القرى والبلدات والشوارع على محطة على مكان يعني فعليا مثل ترجع بالنهار تنقلهم على المطمر بس موضوع خطة طوارئ النفايات مع أربع أو خمس رعات تانية عم نشتغلها الآن مع الوزارات. كمان في موضوع المي، موضوع الكهرباء، في موضوع تنظيم الطرقات والسير بالإضافة للتعليم والصحة، هودي كله رح يكون. صرتوا عم تشتغلوا هلا على المدى الطويل، متوقعين طول الأزمة أكثر ما يعني بطلنا عم نشتغل على المدى القريب هلا كلجنة. المدى الإغاثي يحكينا عنه صار عم بيمشي أكيد مع النقص الكبير بالموارد والمواد، ولكن عم نشتغله. وأكيد هذا بدك تحضر للأمور اللي حكينا الشتاء، موضوع المدارس، موضوع خيارات المراكز الإيواء وبعض الأمور، ولكن بدك تحط يعني إعادة تصميم لكثير من إدارة القطاعات إن كان النفايات وإن كان المياه بالتحديد، لأنه ما فيك تعتمد بس فقط على الصهاريج. موضوع الكهرباء، موضوع النقل والطرقات، موضوع مفهوم بس كأنه الصوت مش مسموع لأنه صار للأسف يبدو انقطش الاتصال. عم تسمعني؟ قطع صوتك دكتور. بعد أنا معكم. كمان بدنا خطة طوارئ اتصالات كمان. مفهوم بنحكي عنه انتباعا بعدين، بس عموما يعني وقتنا داهمنا حاليا. أنا بدي أتشكرك كتير سيد الوزير ناصر ياسين وزير البيئة ورئيس خلية الأزمة. هذه يعني لليوم بعتقد استوفينا. أنا بس رياض قبل ما نختم بعد في أنا شغل صغيرة بس بدي أعلق. أنت عندك شغلة شغلتين صغار. أولا في موضوع البيانات الرسمية تبعية المواطنين وخصوصا النازحين اللي ما معه إخراج قيد اللي بده يحصل على الباسبور. رح نحكي عنهم الأسبوع اللي بعد بكرة حتكون معنا رئيسة
أحوال الشخصية. أحوال الشخصية بعد بكرة لا تحكي عن الموضوع لأنه حلوها بطلت مركزية صارت بالمناطق بتنحل لأنه الناس كثير عم تعاني. مش عم يستقبلوا إلا 200 حق بالوزارة أو بقول ما ننتبعهم مع هذا الشيء لأنه بس في لا مركزية ينسألوا المخاتير هلا في ناس حالاتها بتنحل بأرضها ما ضروري ينزل على بيروت. هذا شيء. شيء ثاني له عليه رياض بدي أحكي فيه بمطار بيروت. في ناس عم تكون على الويتنج ليست بموضوع الحجوزات على إن كان على تركيا أو على غير دول. هول بيفضى أوقات لحدود 10-15 مقعد. في ناس قاعدة بالمطار إلا بتبقى يومين وثلاثة وأربعة بدها تسافر ناطرة على الويتنج ليست. ولكن المفارقة في عسكري بقوى الأمن بقوى الأمن الداخلي وفي موظف مع رئيس المطار يعني بيشتغل مع رئيس المطار فادي الحسن. هو اثنين كل يوم بينزلوا بياخدوا كل التيكيتات الويتنج ليست وفي حكي عم تنباع لهيدا ما موثق عنا بس عم ينحكى عنه انهم عم ياخذوا هن الاماكن شيء موثق معروفين الشخصين. وانا هلا ما حسميهم لانه متكل انه رئيس جهاز امن المطار السيد كفوري اللي عاملين حمله عليك انه قريبا من الامريكان وكذا ما بيسوى تترك المطار هلا بهذا الوضع يعني. ولو هن عم يلبوا محسوبياتهم في دفع مصاري عم يصير احتمال في ناس عم تتبهدل. لا في دفع هلا مش موثق عنا بس في دفع مصاري ومؤكدين منه انهم عم ينزلوا على الكونتورات موثقه بس يقولوا لا خلي جهاز امن المطار يعمل تحقيقه. ما مقبول العالم تكون بالعشرات مسطوطة بصالات الانتظار يجي عسكر يسحب كل تيكيتات الويتنج ليست ويعطيهم لناس. انا معول على جميع الاحوال حنتابعها اذا بده تحقيق وما نعرف العسكري ولا موظف شو صار فيهم ونحن حنتابعها اكيد حنتابعها يعني حنقول عفوا رياض حنقول اذا ما تحاسبوا اسماءهم وكل واحد مين مغطيه ومين تدخل اليوم ومبارح بهذا الملف. مش بعد شغلة أخيرة هذه يعني المرة الماضية لما كنا سوا أنا وياك حطينا الزميل الرابع والمشكل اللي صار معه ويبدو البعض فكر بأنه يعني نحن طالعين نوضح هذه المسائل لأنه معنيين ندافع عن فلان أو علان وفوتونا التجذبات نحن بغنى عنها. بس يعني معلش للأمانة الموضوعية لأنه نحن مشتغل صحفياً أوكي شركة أنترا هلأ بنسمع اللي هو السيد غالب حمية مدير الأملاك بشركة أنترا شو عم بيقول. نسمع التسجيل لو سمحتوا مدته يمكن دقيقة ونص نسمعه كرمال بس ما كتير عالم تعلق حكي أوكي نسمعه لو سمحتوا. إيه مرحبا سيد ريان. بس بالنسبة للزوبعة اللي صايرة بمباني العسرية بس بحب أكد لك أنه بعد ما أهلنا وناسنا افترشوا الأرض حول مباني العزرية وعلى الطرقات وبالمواقف وبقرار جريء ومشكور من إدارة شركة أنترا تم فتح بعض المكاتب والمحلات اللي بتملكها شركة أنترا دون التعرض لأي مستأجر أو لمكتب مستأجر أو لشركة مستأجرة من المباني. بس اقتضى التوضيح انه ادارة شركة انترا هي اللي قامت بهذا العمل المشكور لايواء اهلنا بهالظروف الصعبة لا اكتر ولا اقل. الى الفيديو المتداول انه حدا عم بيفتح باب بالقوة او شيء مش مزبوط. هولي عمال الصيانة عنا عم بيفتحوا باب هو لشركة محل لشركة انترا الباب مكسور بعده اثار الاربعة اب الباب كنا شباب صيانة موظفين الصيانة عم بيحاولوا انه يرفعوه لنستعمله لا اكثر ولا اقل. يعني بعتقد واضحه كثير ظني واضحه وانه اذا رابعه فهم من كلامه انه هي عم تقول خلينا نفتح كل المحلات مع العلم انه هي قصدها هون عن محلات شركه انترا اللي ما عندهم مستاجرين. بس اذا فهم منها هيك قام طلعت وضحت وقالت بكلمتها اول شيء بانه شو بانه هي اكيد ما بتدعي ل يعني انه تنفتح الاعتداء على الاملاك الخاصه الاعتداء على الاملاك الخاصه. هلا يوسف فينيانوس عنده مشكل مع شركة أنتر روح صفيها معنا بيه بري حبيبي ما بتصفيها معنا ماشي استاذ يوسف عندك مشكل مع شركة أنترا روح حلها أنت ونبيه بري. إذا أنت جماعتك المحسوبين عليك مزعوجين ليش الأهلنا وناسنا اللي بالشارع عم بيكون عندهم خدمة طبية هاي مشكلتك ما بتصفيها معنا ولا بتصفيها مع رابعة ماشي. لا بدي شوفه شو بده يعمل بس هول جماعته ينفتح الباب عليهم هو لا يوسف فينيانوس
هول الكراكوز اللي حواليك. خلص 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 ما بدناش نعطي قيمه العالم ما لهم قيمه. بس هذه هيك الرساله بالمباشر وبوضوح. يلا ننتقل مجددا الى الزميله جوزيفين ديب.